أجل التحدي شوط الختام وختامها مسك. مع الثنايا والزمول هكذا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، نحن منتظرين انطلاقة الشوط الأول الرئيسي، شوط ملتهب، شوط حار مليء بالشعارات الكبيرة المتميزة الحاضرة للمنافسة وإلى التحدي مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. شكرا لجميع الحضور الكريم المميز. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، التواصل مستمر وانطلاقة الشوط الأول الرئيسي للزمول والثنايا، مسافة 4 كيلومترات حاضرة بالتحديات الكبار وتحديات سن الكبار، سن الزمول وسن الثنايا، مسافة 4 كيلومترات متحدية. الشوط الأول الرئيسي، رئيسي كبير، رئيسي مسير، يحمل شعارات كبيرة زاهية ملونة، وهنالك تزين لنا أرضية هذا الميدان. المركز الأول عرقان والطاهر بن محمد بن عبد الله من يقدم عرقان، ولكن شعار بن سنيد بن الدعية هنالك، شاهين وراشد بن محمد بن الدعية من يكون حاضرا بتحدياته الكبير المميزة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وثالث الأسماء وصل شاهين وعلي بن حمد بن حيدان المري، ورابع الأسماء وصل شاهين وسلطان بن سعود بن سند المسافري، وخامس النداء وصل بيضان وعلي بن حمد بن حيدان، أسماء قوية وأسماء حاضرة للمنافسة. والشوط الأول الرئيسي شوط ملتهب، شوط خاص للمنافسة القوية، وهنالك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، شاهين وراشد بن محمد بن الدعية المري من يقدم شاهين في هذا التحدي في هذا الكم الهائل، وهنالك يباعد المسافة. وثاني الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، ثاني الأسماء وصل هنا ليكون حاضرا عرقان والطاهر بن محمد بن عبد الله من يكون حاضرا بتحدياتي عرقان، وثالث الأسماء وصل شاهين وعلي بن حمد بن حيدان المري، ورابع الأسماء ورابع النداء، هنالك أسماء قوية وحاضرة للمشاركة وإلى التحدي مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. هنالك رابع الأسماء، شعارات كبيرة ومميزة تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة في الشوط الأول الرئيسي، رئيس الزمول غير وتحديات الزمول. الله الله الله، تحدي كبير ومسير المقدم والصدارة. الله يا بن سريد يا بن الدعية، اليوم هنالك يرقص وحيدا ويغرد وحيدا خارج السرب شاهين وراشد بن محمد بن الدعية، بن الدعية
يلا يا بني الدعية روح في الفورمة، روح 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 في الفورمة. وتاني الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصل هنالك شاعر كان والطاهر بن محمد بن عبد الله. يلا يا بن عبد الله، يلا يا الطاهر يا بن عبد الله، يا هنالك الأسماء القوية والأسماء المتحدية والمشاركة من أجل الفوز، من أجل التحدي ومن أجل الناموس. ولكن وصل، وصل رعد وعلي بن سلطان بالحميدي، ولكن الله الله شاهين وعلي بن حمد بن حيدان، ولكن مبلج وسالم بن محمد المرضي، ولكن أسماء قوية وأسماء حاضرة للمنافسة. ولكن نرجع نرجع وللحق المقدمة والصدارة شاهين وراشد بن محمد بن الدعية. روح يا بن الدعية، روح في الفورمة، ما في حد بيلحقك، ما في حد بينافسك. الله باب باب يا بن الدعية، روح في الفورمة، روح 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 مع الفورمة. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، ربدان ربدان، وهنالك بني الدعية 500 متر مع ربدان وراشد بن محمد بني الدعية. تحرك بني الدعية، الله ربدان بني الدعية، ارجوك يا مصورنا يا مصورنا يا مصطفى اعطنا لقطة ما بين المشاركين وهنالك المتابعين. 50 متر 50 متر يا بني الدعية، روح 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 ربدان ربدان يا بني الدعية، حرك حرك شوية، حرك يا بني الدعية. الله يا ربدان، الله يا بني الدعية، 200 متر أخيرة ربدان ربدان وبني الدعية، روح يا بني الدعية. سلام ربدان من 100 متر أخيرة، 100 متر متحدية. الله ربدان وبني الدعية، سلام وخدت النهاية. يرحب بربدان، يرحب ببني الدعية، شاعر كبير يتمنى الفوز مع ربدان. المركز الثاني كان من نصيب مبلش وسالم بن محمد المري. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب رعد وعلي بن سلطان الحميدي. توقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، ساعة وصول ربدان لخط النهاية، قطع مسافة 4 كيلومترات في زمن وغدره 6:26:49. وتهانينا لمالك ربدان، راشد بن محمد بن الدعية، تهانينا لجميع الفائزين.